حبيبي يا سيدي يا سعد بن معاذ، رسالة النهاردة من سيدنا سعد بن معاذ بيقول لنا: خليك متواضع، خليك حازم، وإياك والكبر، وإلزم الصحبة الصالحة والعمل الصالح. عند وفاته قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وحمل الناس نعشه ووجدوا فيه خفة، وذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنه له حملة غيركم، والذي نفسي بيده، لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له عرش الرحمن. فرحم الله سعد بن معاذ وكل صحابة نبينا الكريم، وجمعنا به وبنبينا الكريم في أعلى الجنان. أشوفكم على خير في الرسالة الجاية. أنا أحمد جابر، ودي رسالة من صحابي.